آمن وأدركت الصفا افتح سيف النبي صلي على النبي افتح سيف النبي وصلي على النبي ويقول له مآبك وحشنا يا نبي رايح للمدينة سلمنا على النبي اللي ويقول له خدامة مشتاق لك يا نبي يا حبيبي ويا نبي يا طبيبي ويا نبي. فعالية بالتشارك مؤسسة كيوان الخير مع جمعية غراس بالتشارك مع التراث الدمشقي، نحن عاملين هيك يعني احتفالية بهالمناسبة للأسر المستفيدة للمؤسسة والجمعية لكبار السن. هي خاصة لكبار السن يعني حبينا نغير لهم جو، نسعدهم، نفرحهم، نعطيهم شوية دفع انه العمر مو هو مجرد رقم، يعني هو ما دخل انه اوقات بيكون الواحد عمره بـ80 بس يعني قلبه وحياته بتلاقيهم بعمر الـ40، وكمان بالعكس اوقات بتلاقي عمر الـ40 بتلاقي هيك بدنا ننشطهم نعطيهم دافع للحياة انه هن لهم مركزهم، هن شيء، هن بيقدروا يكونوا دور فعال بالحياة. السنة فعاليتنا مشتركة مع كيوان ومع فرقة التراث، فيها فقرات فنية وفيها فقرات ثقافية، في جلسة دعم فني دعم نفسي، ومن خلال الدعم النفسي في تمارين مثل اليوغا مثل تمارين إسقاط ظل، وفي غناني شعبية، في فرقة دبكة، في برنامج حلو كتير يعني. فكل جمعية عم تقدم فقرة، في مسابقات، في هدايا كمان نحن عملناها يعني عامة انه يلي بيحضر من المسنين اهلا وسهلا فيه.